عندك سؤال ولا بالمرض؟ هل من الوزن له علاقة بالسرطانية؟ هل من الوزن له علاقة بمرض الإيمان؟ ما في علاقة مباشرة بين الوزن وبين الحصب الإصابة. يعني الأبحاث العالمية اللي احنا نعرفها على مر السنين ما يقدر يحدد بالضبط ايش هو المسبب الرئيسي للمرض. بعض الدراسات اظهرت انه ممكن يكون في علاقة برسومة الجو مثل بعض الزلزال مثل فيروس الحصبة فيروسات معينة اخرى بعض الجراثيم ولكن او مثل بعض التغيرات البيئية ولكن ما في حاجة ربطت ولا حتى يعني ذكرت بالنسبه للعلاقه بين الوزن والفرصه الاصابه، فما في اي علاقه بين الوزن ولكن ننصح بشكل عام مريض الاحساس انه وزنه لازم يكون في الوضع الطبيعي وما ننصح بزياده الوزن.